اي والله والله هالعيشه بهالبيت مع هالولاد لا عاد تنحمل ولا عاد تنطق. ايه وبعدين؟ والله وكيلك يا ابن عمي ما عدنا عرفنا لا الكنه ولا الراحه، على طول طايشين ولا شيء. بس خلاص لا تكملي حكيك بنوب ولا توني ولا تزني سامية، انا خابزك وعاجنك. ايوه يا ام احلاك صار لي معك عمر، وقت اللي اخذتني كنت لسه ماني طبق ال 14 وكنت بوقتها حلوه كثير. بتتذكر ابن عمي؟ ايه علي ما الله بتذكر انك كنت حلوه كثير ورساتك لك طرصانه. سامية لا تسلبيها علي، انا المعلم عاشور. فهماني؟ فهماني؟ شلون ماني فهماني؟ لك انت المعلم عاشور سيد الرجال كلهم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله. اسمعي مني هالكلمتين النظافة دول. احكي تقول. شوفي يا بنت الحلال، لا تتعبي حالك بنوب ما في خواص. لا انا بطلع عن اخي ولا اخي بيطلع من هذا البيت الا بطلع روحي. ايوه هي بعيد الشر عن قلبك، ان شاء الله عدوينا كل بيريدوا لك. لك الله يجعل يومي قبل يومك. قول امين يا رب. ولك سامية، سامية قلت لك لا تسلبيها علي، انا فهمانك منيح. هالحكي اللي قلت لك اياه بتفهميه وبتحفظيه وبتحطيه بأعلك وبتسكري عليه. وهالكلام اللي حكيتيه معي قبل شوي ما بقى بدنا نسمعه. والله يرضى عليكي من هلا ورايح. بس يعني انا شو حكيت؟ بشو غلطت؟ بالبخاري؟ اذا الوحده ما فشت قلبها لجوزها لمين بدها تفشه؟ يا حسرتي علي، انا لا عندي لا ام احكي لها ولا اب اشكي له. الله يرضى عليكي سامية. فهمي علي، انا كل اهلك، انا ابوكي وامي وابن عمك، ولك انت جوات عيوني التنتين. بس لا تتدخلي بيني وبين اخي بنوب. بنوب انا ماني مستعد اخسر اخي كرمال حرمه، اخي ابن امي وابي. هاد اعوذ بالله، ليش مين بده هالشي؟ الله لا يفرق بيناتكم. عليم الله نحن ما صدقنا انت رجعنا بالسلامه، وانت بتعرف ابن عمي قديش انا قضيت عليه. سبحان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فعلا ان كيدهن عظيم. ولك يا بنت الناس بتصدقي اذا بقول لك اني ما عم بعرفك طيبه وحنونه، ما بعرفك مكره وخبيثه، رح بتجنيني. لأن التنتين سوا وعلى هو السوق بسوق. سوق ايه؟ يروحي حطي لنا نقمنها كلها الله يرضى عليك. روحي. شو وين زهيرة؟ عم تلعب مع حسيبه بارض الديار. لك انا ناديلي هالدرسانه ناديلي اياها. عليم الله صاير عم يشتاق لها كثير. ايه على عيني زهيرة. يا زهيرة تعي ابوك عاوزك. لك يلا اهليلي يا كيس. مرحبا يا بي. اهلين يا بي. اهلين الله يرضى عليك يا هاتي بوسي هاتي. ولك دخين العينتين على هون يا بي. جبت لي وصيتك عليه؟ ايه متكرم عيونك التنتين، ليش انا فيني ارفض لك طلب واحد؟ تقبر قلبي. بعيد الشر يا عمري انتي. الله يخلي لي اياكي بجاه النبي محمد. خدي حبيبتي خدي. طعمي ولاد عمك. وطعميني وحدي. ايه هاتي اشوف هاتي، لا ما بدي من هي، بدي من هي الصفرة. يلا حبيبتي روحي. عمي بعد عن حلا شوي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عمي شو مفهوم الجامعة تعالوا يلا يلا يا محمدون. أهلين أهلين وسهلين. استغفر الله يخليك يا رب. شلونك؟ إن شاء الله بصحة تمام. الله يخلي لي إياك. الحمد لله. طمني يا بتدير بالك على هالخلل؟ الحمد لله فضل من الله. الحمد لله رب العالمين. إي سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا سيدي الحمد لله اعتبره وصيت. اي والله الف الحمد لله اللي لساتنا بصحتنا وعافيتنا واللي عم يقدرنا نقوم ولو بجزء صغير بس من واجبنا. خيركم سابق معلم عاشور. بس ما قلت لي على نيه مين هالذبيحه هالمره؟ قل له ابو غالب. قل له على نيه مين بعد كلمه بسم الله. بسم الله
على نية هالولد اللي الله طعمني اياه، دخيل اسمه الرب. ان شاء الله بيربى بعزك. ما بدي وصيك ابو ممدوح، الله يرضى عليك. بدي كل هالدرويش يستفيدوا مشان يدعونا بالخير. من عيوني ابشر معلم عاشور، ابشر. يلا شرف اخي. السلام يلا عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام، شرفتونا يا سيدي. اليد بيد. شو ها؟ خير. شوفي تعي شوفي، جايين لكتب لقمة مجدي. ومن انت يا بعدي بيجي مراسيل ومكاتيب؟ هاتي لشو؟ لك خير. شوفي هاتي لشو. يا نسيبة قولي شو في؟ ابن عمي وعرق عيني. منو هاي كمان؟ انت ان شاء الله بتنقلع عينا. تقبريني. كملي كملي. بعد التحية والسلام متمنين من المولى عز وجل ان تكونوا على ما يرام، انت وكل العائلة فردا فردا، وان تكرمتم بالسؤال عنا فنحن بخير ولا ينقصنا سوى مشاهدتكم. ان شاء الله بشاهدها عزرائيل يا حق بليلك بدر. لك حاجه بقى تقاطعوني، وانتو يا اولاد اطلعوا لفوق. لك اطلعوا من وشي. ايه كملي تقبريني لنشوف هالحورة شو صففت له حكي. ان شاء الله بتبقى حكوى يا رب. ابن عمي انت بتعرف انه مالي غير الله وغيرك، الله ياخذك. وانا اعتمدت ارجع للشام لانه ما في ابرك للواحد من بلده. رجعك طلع المستأجر من البيت، وإذا كان بده تصليحات اعمل ما يلزم وكل شي بسوابه. وعن قريب بكون بطرفكم، والسلام ختام. بنت عمك فكرية. ومنو هاي فكرية يا بعدي اللي طلعت لنا متحمصة الكي؟ لك شو بعرفني انا ام زهير؟ شو بيعرفني؟ مجدي انت اقدم وحده فينا، ابو مجدي عنده بنت عم اسمها فكريه ساكنه بالحجاز. بحياته ما ذكر اسمها قدامي. يو 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 يو، لك عم وين طلعت لنا مقصوفه الرقبه باخر العمر؟ بيكون ابو عين زايغه متجوزها بالحجاز. والله والله ومالكن علي يمين، انه قلبي من جوا كان ناقذني من وقت اللي هبط عليه الايمان والتقى فجاه من 5 سنين وجايه. مزبوط مزبوط حكيك، لانه صار له 6 سنين عم يروح على الحج. قال شو؟ عم يضحك على اهلنا وبقول انه عم يشوف الرسول بمنامه. عليه الصلاه والسلام. طلع عم يشوف فكريه خانم بمنامه. يا ويلي هلا بنورجيه نحن ثلاثه لابو عيون زايغه. اريده تقرضه. ايه ممكن فينا نحن ثلاثه؟ لك شو مقصرين عليه حتى يجيب الرابعه؟ مقصر عليه لك نسيبه؟ انت لك ام مجدي؟ يو شو هالحكي هاد؟ هو عينه فارغه. شوري علينا لك نسيبه شو نعمل؟ بدكم نصيحتي؟ ايه تقبريني، انت متعلمه ومعك سرتفيكه. انا برايي نحن ثلاثه نعملها عنا، ما غدريانين بكل القصه، ولا مين شاف ولا مين سمع. يعني ما نجيب سيره المكتوب بنو بنو؟ ومين الفالحه بيناتنا بتعمل حالها مدريانه؟ نحن ثلاثه بدنا نعمل حالنا فالحين، ونعمل حالنا مدريانين بالقصه، ونضل ندقدس من تحت لتحت لحتى نعرف شو القصه وشو الحكايه، وبعدين لكل حادث حديث. شو بدنا نساوي؟ لك والله لك نسيبه حكيك مزبوط، لانه الواهي والمكار بده الاوهى والامكر منه. مشان هيك لازم نتفق ولا وحده فينا تحكي، وبعدين بنلحق الكذاب لورا البق. والله وانت قلتيها، اساسا انا ما عاد تفرق معي، هالخد تعود على هاللطم. ضحكتيني وماني نفس اضحك. ولا انا اسامحك يا ابو مجد. اسكتوا يا ابو عين زايغه. مثل ما اتفقنا شو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو خير؟ شوفي شو مجمعكم مع بعض انتو ثلاثة؟ شو لم الشامي عن المغربي؟ شوفي لك ان شاء الله بتقبل قلبي، يعطيك الف عافيه. ان شاء
لك علينا بجاه النبي. شو الحكاية يا ترى؟ أكيد المسايرة فيها إنا. الله يديرنا. شو كنت عم تقول قدامي؟ عم أقول إنه يا نيالي عليكم إنه الله سبحانه وتعالى قديش بيحبني ورضيان علي لحتى بعت لي هيك نسوان لا في أظرف ولا أحلى من هيك. يلا شوف كل واحد على مرباه يلا. والله لسه عندي نازلي جماعتهم هيموا لالله منوب. لازم ويا بناتهم وما خليهم يتفقوا لانه اذا اتفقوا رح يتفقوا علي. شو علي؟ صباح الخير يا بي. الله لا يصبحك بالخير انت التاني ولك الدنيا رح تصير هالشيء.